إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن صحة الفم والأسنان عند كبار السن. يمكن للأسنان يعني أن تبقى نظيفة وصحية مدى الحياة باتباع إرشادات يعني صحة الفم والأسنان، وأيضا وزيارة طبيب يعني الأسنان بانتظام. يمكن للجميع أن يحافظوا على أسنانهم ولثتهم صحية بغض النظر عن أعمارهم، إذا يعني استمروا خلال مراحل عمرهم المختلفة في تفريش يعني أسنانهم مرتين في اليوم باستخدام يعني معجون أسنان يحتوي على الفلوريد، إلى جانب استخدام خيط نظيف يعني يساعد في تنظيف الأسنان يوميا، وهذا بالإضافة إلى زيارة يعني طبيب الأسنان بانتظام، لأن كل هذه الخطوات يعني تضمن لهم سلامة ونظافة أسنانهم من أي مشاكل صحية قد تهددها يعني الأمراض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.